السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا درس جديد في مادة النشاط العلمي تحت عنوان ما عناصر الطقس الواردة في النشرة الجوية. إذا خذوا معي الصفحة 86. الهدف التعلمي أتعرف مفهوم الطقس وأحدد بعض عناصره الواردة في النشرة الجوية. ألاحظ الصورة وأعبر. قبل الذهاب أنا وأبي إلى شاطئ البحر لممارسة هواية صيد السمك، كنا نشاهد النشرة الجوية للتعرف على حالة الطقس. إذن الصورة تمثل لنا بحر هادئ خالي من الأمواج مع وجود قوارب وأشخاص يمارسون هواية الصيد. أتساءل ما أهم المعلومات الواردة في النشرة الجوية؟ إذن سوف نجيب على هذا السؤال في آخر الحصة. أختبر، أراحض خريطة النشرة الجوية ثم أربط بخط كل رمز بالمعلومة المناسبة. إذن الصورة توضح لنا خريطة المغرب ومن خلالها التعرف على حالة الطقس ببلادنا، وذلك بواسطة رموز تمثل عناصر النشرة الجوية كالرياح، الحرارة، الأمطار وكذلك الغيوم. إذن سوف نربط بين الرموز والمعلومة. إذن جو مشمس مع حر الشمس، جو حار مع محرار ارتفاع درجة الحرارة، هبوب الرياح مع هذا الرمز الذي يشير إلى الرياح، جو ماطر هذا الرمز الذي يشير إلى نزول الأمطار، جو غائم هذا الرمز الذي يشير إلى الغيوم مع وجود قليل من الشمس. إذن أستنتج، تعطينا النشرة الجوية معلومات عن حالة الجو اليومية والمتوقعة خلال الأيام المقبلة في منطقة معينة. يستعمل رمز خاص لتمثيل كل عنصر من عناصر النشرة الجوية. إذن أملأ الفراغات بما يناسب: الرياح، الأمطار، الجو، درجة الحرارة، الطقس. إذن أستخلص، تزود النشرة الجوية الإنسان بمعلومات عن الطقس أي حالة الجو في منطقة معينة خلال مدة محددة. أهم عناصر الطقس هي درجة الحرارة والأمطار والرياح. أستثمر، أكتب الكلمات المناسبة لكل عنصر من عناصر الطقس مما يلي: ضعيفة، مرتفعة، غزيرة، قوية، منخفضة، خفيفة، عاتية، معتدلة. الأمطار غزيرة خفيفة، درجة الحرارة مرتفعة منخفضة، الرياح قوية ضعيفة عاتية. إذن هذا فيما يخص درسنا اليوم، وسأعود للإجابة عن الأسئلة. ما أهم المعلومات الواردة في النشرة الجوية؟ إذن أهم المعلومات الواردة في النشرة الجوية هي درجة الحرارة والأمطار والرياح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.